السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو الثاني. كيفية صناعة فقاصة من البداية حتى النهاية. هانتوما راه نفس الثلاجة، دابا خدام تنركب فيها هاد السيبورات ديال البولا، وركبت ليها الفرافر هنايا، لا شويه ديال الطنطوفير باش كيسقوا، هما اصلا كيدخلوا مزيرين، وكنزيد باش نتاكد باش يلصقوا شويه باش ما يتحيدوش. ها هي الفرفاره الثانيه هنا، خرجت ليها هذه خرجت لها خيط من هنا، وهذه خرجت ليها الخيط ديالها من هذه الجهه. ولا جينا من اللور، ما جوج خيوط خارجين، هادو كنجمعوهم بخيط واحد وكنخرجو منهم البريز ديالهم وكنبرونشيو ديريكت في الضو. بالنسبه لهاد السيبورات ديال البولات، تلصقوهم بجوج هنايا، وهاد الخيط هاد الخيط اللي خارج منه كنخشيوه هنا وكنخرجوه من الجهه الاخرى وغنديوه للاكس ام. المهم كما وعدتكم انا كنمشي معكم بخطوه بخطوه، ماشي بالضروره النقاز ولا هادي باينه ولا هادي سهله، غادي نمشي بخطوه بخطوه حيت داك بدا نقز مراحل كاين اللي كيتلف، حيت هاد الامور هاد اللي بساط راه كاين اللي تيوحل فيهم. بقاو معايا نبرونشي هاد السيبور هادي ونكمل معاكم. من بعد ما ركبنا هادو وخرجنا لهم الخيط على برا، وهادو خرجنا لهم الخيط على برا، هانتوما كيف ما كتشوفوا هما الخيوط ديالهم خارجين، غادي تقطع من هنا هذا الخيط وغنديوه لهاد البواطي هادي اللي غنديروا فيها الاكس ام 18. ها هي الاكس ام 18 اللي خصها شي اكس ام ولا شي ماتيريال ديال الفقاسات ولا شي فقاسه، مرحبا راه عندي كلشي موجود. بالنسبه للماتيريال كاين، بالنسبه للفقاسات تنوجدهم على حساب الكوموندو صافي. المهم هذا الشيء اللي كاين، كما قلت لكم ركبنا المسائل الاخرى، دابا غادي نخدموا على الاكس ام، غادي نخدموا على الاكس ام، غنجيبوه هنا وغنديروا له لانستالاسيون الفوق ان شاء الله، وغادي نصور لكم. بقاو معايا. اخوانتنا جيبوا الحساس ديال الحراره والحساس ديال الرطوبه، هاو محيدين من الاكس ام باش نمشي معكم بالتفاصيل. كنخشيوهم في الثقبه اللي وريتكم قبل من هنا، الطريقة هذه ما خرجناهم من هنايا، وغنديوهم الفوق غنبرونشيهم مع الاكس ام الفوق. هاي الاكس ام باقي ما بديناش فيها البرونشمون، وغادي نصور لكم كيفاش كنبرونشي الخيوطه ديالها. هانتوما الاخوان، هذا الخيط هذا ديال الاوميديفيكاتور، هذا الخيط ديال الاوميديفيكاتور كنديروه 15 و19، كنخشيو فيه الشارجور، كنبرونشي فيه الشارجور ديال الاوميديفيكاتور اللي كدير لنا البخار في الفقاسه. احنا ركبنا هذا، من بعد غنركبوا لا سوند ديال الحراره اللي دخلنا من التحت، هي وديال الرطوبه، هي ديال الرطوبه هي ديال الحراره، هما بجوجهم. نبداو على بركه الله،
باش كنخشي الخيوطه في البواطي كنخشيهم في هذه كنخشيهم في هذه هي الاولى، وعاد كنخشي الخيوطه ما عرفتش ها هي الثقبه ما عرفتش كتبان لكم هذه كنخشي فيها الخيوطه بهذه الطريقه هذه، وتنخشي هذه بلاصتها كنرجعها بلاصتها كتجي بهذا الشكل هذا. نبداو بالخيط الاول الذاكره بدات كتضعف عندي الحمر هو الاول كنديروا الحمر في رقم واحد صفر في رقم جوج والكحل في رقم ثلاثة. يبقى لنا ديال الحرارة كنديرو في رقم أربعة وخمسة بعض المرات راه كتبرونشيو هاد 4 و 5 وما كتعطيكمش ما كتافيتيش لكم الحراره، حاولوا غير تقلبوهم. انا ما حتى انا راه نقدر حيت هادو ملي كيعطيك فاش كيعطيك واحد حمار وواحد كيعطيك فيه السرك خصك تجيبهم هما خصك تجيب كل واحد وبلاصتو. ما عقلتش ما بقيتش عاقل ان رقم شندير هذا اللي فيه الحمار والاخر، ولكن حتى نسيو حيت راه ساهل ما خدماتش راه غنشونجيهم. احنا ركبنا هادو ديال الحراره والرطوبه، غيبقى لينا دابا ديال البولات لازم نمشي نجيب الموس نقطع ها الخيط ديال البولات هو هذا، غادي نقطعوا له هذه تاوا، غادي نخشيو هنا ديرو هنايا البولات كيداروا في رقم 23 و 24 رقم 23 و 24 طرموزيه كنخسيهم هادو في رقم 23 و 24 هادشي ماشي صعيب الاخوان. نتمنى هاد الفيديو هذا ينفعكم بزاف، تشرح كلشي واضح وباين، واللي خصاتو شي اكس ام شي ماتيريال ديال الفقاصات ولا شي حاجه مرحبا راه كلشي موجود عندي، وكالات شرابات ديال الدجاج بلاطوات حتى هما ديال البيض، عندي ديال 30 بيضة وكاينين ديال 88 بيضة. احنا تهنينا من هذا باش نتأكدو من الخيوطة واش مزيرين، حيت هاد الفقاس هادي خدام تنخدمها لواحد السيد، هادو ما نزيرهمش تتأكد منهم، هادو كلهم مزيرين. غيبقى لينا دابا ندخلو لها 220، غيبقى لينا غير 220 فولت
هي اللي غتبقى لينا. ها هو جبنا هذا الخيط هذا، غادي ندخلو به دابا باش ندخلو به 220 فولت الاكس ام 18. ان شاء الله ندخلوه هنايا مع اخوه، نخرجوه من هذا الجهه. ميتين وعشرين كاينه في 13 و14 الاخوان، 13 و14. ها هي الاكس ام الاخوان وجدات عندنا. ها الانستالاسيون ديالها راه ساهل، راه ماشي شي حاجه صعيبه، ها كلشي راكب فيها دابا، ما غتحتاج حتى شي حاجه اخرى. بقات غير الاوميديفيكاتور، عندها الشارجور ديالها عشان تنجيبها ونركبها ليها. هذه هي الخدمه ديال الاكس ام، راه ساهله ما معقداش. كتكون امور بحال هذا الشكل هذا، دابا تهنينا من الاكس ام. دابا غادي ندوزو ان شاء الله، غادي ندوزو الاوتوماتيك ديال تقلاب، غادي نمشيو نركبو الميني تري والرولي والموتور ديال البارابور والشارجور ديالو ان شاء الله بحول الله. بقاو معايا ننتقلوا للمرحلة الثانية.